السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير يا ربي، والله يحفظكم ليا. وصفتنا لهذا النهار أو الاقتراح ديالنا صوبة أو لا الشوربة. الأخوات والإخوان اللي صايمين شوال الله يتقبل منا ومنكم يا رب. كيف قلت لكم غادي نصيبوا مع بعضياتنا شوربة أو لا الصوبة. في رمضان درنا الخير والبركة، رمضان درنا الحسوة، درنا العديد من الاقتراحات. ما فيها بس جا دور الصوبة بالخضر، كتجي لذيذة كريمية، أنا متأكدة بأنها غادي تعجبكم وتعجب وليداتكم إن شاء الله. من خلال المكونات اللي غادي نديروا لها ولا الطريقة باش غادي نخدموها غادي تعجبكم وتولي معتمدة عندكم، بإضافة مكون العديد من الأخوات ما متعودينش عليه أو لا ما مولفينش أنهم كيطيبوا صبة به. جربوه كيف كنقول غير زعمو، وجربوا صبة بهذه الطريقة هذه إن شاء الله غادي تاخدوها أنتم ووليداتكم وتولي معتمدة عندكم. يلا نبداو على بركة الله في الطريقة والمراحل ديال تحضير هذا الاقتراح هذا اللي صحي نغيروا به. كيف قلت في البداية شربنا الحريرة، خدينا الحسوات، خدينا الشربات، ما فيها بس جا الدور ديال الصوبة وتولي إن شاء الله معتمدة عندكم. بالنسبة لهذه الشربة هذه الخضر اللي توفر لكم، يعني الصوبة بالنسبة لها الخضر اللي توفر لكم. هنايا عندي الخضر، عندي البطاطا، عندي الكورجيت هي هذه أولا القرع الأخضر أولا الكوسة بالنسبة للأخوات اللي في الدول العربية، والكمية غير محددة بطبيعة الحال غتبقى على حسب أفراد الأسرة ولا العائلة. أنا هنايا درت جوج كورجيتات، جوج بطاطات، الفيتة عندي الأبيض وعندي الصفر، وعندي هنايا البرو أولا البصلة الخضرية اللي توفر. عندي هنايا جوج جزرات أولا الخيزو، واحد طريف ديال المكور أولا الملفوف، وهنا عندي البروكولي حتى هو واحد طريف منه غير صغير الا توفر كيعطي واحد المذاق زوين للصوبه اولا الشوربه. الا توفر ديروه، ما توفرش ممكن انكم تستغنوا عليه. عندي واحد طريف ديال القرعه الحمراء، اليوم الجمعه ما فيها بس الا بقى لكم شي طريف وضفوه، وعلى العموم كيبقى لينا شويه شويه من الحاجه حتى في النهايه ديال الاسبوع تكون عندنا بحال هذه الخضيره هذه ونديروا بها الصوبه اولا الشوربه. يعني حاجه حاجه من الجهه وفي الاخر غادي تعطينا واحد الصوبه اللي غادي تكون لذيذه ان شاء الله. هنايا بالنسبه للبصله الخضريه، واخا حيت منها هذوك الطريفات الخضرين ما غاديش نلوحهم. كيف كتعرفوني انا عزيزه عليا دوك الوريقات ديال البصله الخضريه، غادي نوظفهم يعني في شليضه هكا، غادي نحطها على جنب. وهنايا بديت كنقي الخضيره ديالي اللي توفر لكم كيف قلت في الخضره، ما تقيدوش بالكميه. مكون اضافي غادي نضيفوه باقي ما حطيتوش هنايا مع الخضره، غادي نشوفوه معايا من بعد حتى غادي نقي الخضيره ديالي. كيف قلت الكميه غير محدده، والخضره ما كنديرهاش في الماء، يعني كنخدم كننقيها وكنحطها على جنب حتى كنبدا هكا باش ما كتفقدش القيمه الغذائيه ديالها اولا المكونات ديالها. يعني بالنسبه ليا الخضره ما كنديرهاش في البانيو ديال الماء، كنخليها على جنب. الى عرفنا كيفاش نطيبوا الصوبه كونوا متاكدين بان وليداتكم غادي يبغيوها. كاين العديد اللي كيقول الصوبه ماشي مشكل، يعني غنديرها من الطرف، غادي نجمع الخضر كاملين في الكاسرول اولا في الطنجره ديالي وغادي نغطي عليهم بالماء وغادي نطحن صافي وهي هذه كتجينا هي هذيك. لا، غير حاولوا تبعوا معايا ان شاء الله المراحل وغادي تعجبكم، غتجي كريميه لذيذه ما تشبعوش منها انا متاكده. بالنسبه للقريعه بالنسبه لي انا في يعني اليوم ملي كتكون جمعه كناخذ طريف بحال هكا، ملي كيبقى لي كنحتفظ به في المجمد، الوقت اللي بغيتو الصوبه كنلقاه واجد. هنا في الطنجره ديالي كنقطع البصيله هي الاولى، سواء درتو طنجره ديال الضغط اولا درتو غير كامله، لان الخضر ما كتاخذش واحد المده طويله في الطياب. غادي نضيف واحد المعلقه ديال الزبده، وكنأكد على انها تكون زبده حيوانيه باش كتعطينا واحد المذاق زوين وكتكون لذيذه. يعني المارغرين ما نهضروش عليها، ما نديروهاش نهائيا. زيت الزيتون ما ديروهاش في البدايه لانها كتحرق، يعني كنفضل ان ندير زبده حيوانيه بحال هكا. وهنا عندي واحد الطريف، هذا ماشي طريف، هذا الكادر ديال الدجاج، يعني ملي بقى ليا منه وضفت صدر في اقتراح كيبقى ليا بحال هاد كيف كنقولوا الكادر ديال الصدر ديال الدجاج فيه واحد جنيح، غادي نوضفه في هاد الصوبه. ممكن انكم تستغناو على اللحوم نهائيا ما ديروهمش. كنبدا به هو الاول باش غادي نشحرو مزيان مع هاد البصيله ومع هاد الطريف ديال الزبده وشويه ديال الملحه. ما تكتروش الملحه لان بغينا المذاق ديال الخضر يكون باين، الملحه ما كتصوبه ما كتبان فيها على العموم العطريه كامله.
كنديها ونجيبها مزيان في هاد الوقيته كنبدا نقرد في الخضيره ديالي. كيف قلت لكم انا ما كنديرهاش في الماء ونخليها على جنب، يعني غير كنغسلها ومباشره كنبدا نقطعها. ولا توفر البروكولي حتى هو كيجي لذيذ، انا كتعجبني الصبه بالبروكولي وبالخضر اللي كتكون خضراء. بالنسبه للخضر ديروا اي خضره توفرت لكم. حاجه واحده ناكد عليها واللي نوصيكم عليها ما ديروهاش هي الخضر اللي كتكون فيها الخيوط. كاين بعض الخضر اللي كتكون فيها الخيط، مثلا اللوبيا ما نديروهاش لان كيبقاو فيها دوك الخيوط واخا كنطحنوها. بغيت نفكر شي خضره اخرى ولكن مشات ليا من بالي دابا. كاين بعض الخضر اللي كتكون فيها الخيط. المهم ملي كنشحر هاد البصيله مزيان مع ستير ديال الدجاج مع هاد مع طريف ديال الزبده. وبالنسبه للخيزو الا عندكم داك القلب فيه حيدوه، يعني باش هكايا دغيا كيطيب الا عندكم داك العريق اللي كيكون في الداخل. وكيف قلت الخضر الكميه غير محدده، كاينه العائله اللي كبيره وكاينه العائله اللي صغيره، وغير الا درنا حاجه حاجه من جهه راه تبارك الله كتعطينا الخير والبركه ان شاء الله. من خلال المكون اللي غادي نضيفوا ليها كونوا متاكدين غادي تعجبكم الصوبه وتولي معتمده عندكم. وكاين العديد من الاقتراحات ان شاء الله في الصوبه نشاركها معكم ان شاء الله مستقبلا. مباشره غادي نضيف الخضره ديالي، وحتى الخضره غادي نلبسها مزيان بهاد الزبيده، يعني نحاولوا اننا نشحروها في الزبده. هكا كتجي عندنا كتجي عندنا مرحبا بها كتجي لذيذه وكريميه، انا متاكده ان شاء الله غادي تعجبكم بدون قشطه. وما نحتاجوش اننا نديروا ليها مثلا حتى الجبن اللي كيزيد يلدد لينا الشوربه او لا الصوبه. كنقلب الخضر ديالي مزيان حتى هما هي كيف قلت لكم في هذه الزبده هذه. انا هي غاديه معكم دقه دقه لان بغيت الصوبه فعلا انها تجيكم زوينه، يعني ما بغيتش نزرب عليكم كيف كنقولوا فيها. مباشره غادي نضيف واحد المعلقه ديال الدقيق هكايا الفورس، يعني الدقيق واحد المعلقه. الدور ديالو انها كيجيب لنا هاد الصوبه متجانسه وكتجي ملبيه ما كتجيش مفروقه او لا مفروزه. كتعرفوا ملي كنطحنوها كتبقى كيف كنقولوا ميها او لا كتبقى الخضر مفرقه مع بعضها. لا ملي كنديروا الدقيق كيجيبها ملبيه وكتجي متجانسه مع بعضياتها، فعلا كتجي لذيذه. وهذا هو المكون اللي العديد من الاخوات ما متعودينش عليه اللي هو الخس. ان شاء الله جربوه كيف قلت في البدايه، زعموا وجربوا الصوبه فيها الخس بحال هكا. وكاين اقتراحات اخرى فيها خضر اللي ما متعودينش عليها ان شاء الله غادي تعجبكم ونشاركها معكم. بالنسبه للتوابل ما نكثروش التوابل بزاف، غادي نحتاج الخرقوم والسكينجبير، شويه ديال الخرقوم وشويه السكينجبير غتبقى على حسب الخضره اللي نتوما درتو اولا الكميه ديال الصوبه اللي نتوما دايرين. واحد الراس صغير ديال الابزار الا عندكم الراس عفوا الا عندكم الابزار الابيض يكون احسن، انا ما توفرش ليا درت غير الابزار الاسود غير واحد شويه منه. ما تكثروش لان كتبان فيها العطريه وخصوصا كيف كنقولوا الحار، يعني كيبان فيها سكينجبير حار والابزار حار ما تكثروش فيه. وهنايا غادي نضيف ربيطه ديال القزبر ومعدنوس ومعهم حتى شويه ديال الكرافس. الا توفر الكرافس ديروه حتى هو كيجيبها لذيذه وكتجي زوينه. صافي مباشره غادي نمرق ونمرقو بالماء يكون مغلي، من الاحسن نكونوا مغليين واحد المقرشه ديال الماء وكنفرغوا على الخضر ديالنا. ونحاولوا ان الماء ما يكونش كتير، يعني لان الخضره حتى هي كتطلق الماء، نديروا بحساب ان الخضره حتى هي غادي تطلق لينا الماء، نديروها في القياس باش يلاه طيب فيها هي هذيك. وملي نطحنوها ما تكونش عندنا خفيفه، حاولوا ان الماء يجي تحت من الخضر مباشره، يعني غير واحد شويه بيد ما تغطيو على الخضر. صافي هكا كنضغط عليها باش كلها تقيس الماء. وغادي نسد الطنجره ديالي، انا غادي نسد عليها في طنجره الضغط، ولكن غادي نرد البال انها ما تفوتش في الطياب، تبقى الخضر كيف كنقولوا كطيب في القياس. غادي نحيد هاد الربيطه ديال القزبر ومعدنوس والكرافس، ولو انني بيني وبينكم ما نكرهش نطحنها حتى هي، ما عنديش مشكل فيها، راهي كتعرفوا كتجي شويه اللون خضر بزاف. وهاد طريف ديال الدجاج او هاد الكادر ديال الدجاج غادي نحيدو، فيه واحد شويه ديال الصدر غادي نحيدو حتى هويا على جنب. ومباشره غادي نجيب البراميكسور باش غادي نطحن انا هاد الصوبه هادي.
طحنوها باش ما بغيتو، يعني الاخوات اللي متوفر لكم غير حاولوا انكم تبعدوا على البلاستيك وانها هي تكون سخونه، يعني من الاحسن. شوفوا معايا الماء في القياس هو هذاك وغادي تجي هي هذيك. فاش غادي نطحنها بغيتو انكم طحنوا معها هذاك السدير ديال الدجاج، يعني كتفتوه تحيدوا منه العظيمات وطحنوا معها حتى داك السدر ديال الدجاج في وسط من هذا الخضر. ممكن بغيتو تفتوه وتخليوه على جنب حتى كطحنوا الصوبه ديالكم وعاد كديروه فيها، ممكن انكم ديروها بالسمكه تجي لذيذه 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 بزاف بالحوت، ولكن ماشي مشكل. باش ما درتوها ممكن انكم تستغناو حتى على الخضر، عفوا على الخضر، تستغناو على الدجاج. نقول لي استغنينا على الخضر باش غنديروا هاد الصوبه. فعلا كتجي ممتازه وكتجي لذيذه، كتجي كريميه، انا متاكده بانها غاديه تعجبكم ان شاء الله. واللون ديالها غادي تحدو الخضر اللي نتوما درتو، غلبتو الكورجيت او القرع الاخضر والبروكولي والملفوف، يعني كتعطي اللون الخضر. غلبتو القرعه الحمراء مع خيزون كتعطيكم اللون اللي هو يا احمر، يعني اللون كيتحدو لينا النوع ديال الخضر اللي غلبنا، ما كاين حتى شي مشكل، اللي توفر لينا كنديروه. وهالشوربه ديالي واجده، كتجي لذيذه كريميه. شوفوا معايا كيفاش متجانسه، لان درنا فيها هذيك المعلقه ديال الزبده وتبعنا المراحل باننا بقينا كنشحروا اولا كنقلبوا فيها في ديك الزبيده. كتجي ممتازه فعلا، بغيتكم تجربوها، غتجي زوينه وغادي تعجبكم. والخص فيها شي حاجه اللي هما متعودينش عليها، ما مولفينهاش. قدمتها هنايا مع بريوات، هذو البريوات اللي صايبت معكم في القناه، الرابط ديالهم ان شاء الله غتلقاوه في صندوق الوصف، اللي كان ب 250 غرام ديال ستر ديال الدجاج، خرجنا تبارك الله الخير والبركه ديال البريوات، يعني واحد الكميه كبيره ديال البريوات. شاركتهم معكم وجربوهم الاخوات ونالوا استحسان ديالهم. قدموها كيف ما بغيتوا، بما اننا في ايام ديال الصيام، الله يتقبل منا ومنكم يا رب، الله يتقبل منا جميعا يا رب، والله يسمح علينا ويغفر علينا كاملين يا رب، يغفر لنا كاملين. قدمتها مع هاد البريوات، البريوات عاود اللي درنا مع بعضياتنا بالمشمش، فعلا حتى هما كيجيو لذادين. كنتمنى الاقتراح ديال هاد النهار اخواتي يكون نال استحسانكم، ما تبخلوش عليا بواحد اللايك للتشجيع فضلا وليس امرا اخواتي في الله. الاخوات اللي عاد التحقوا بالقناه مرحبا والف مرحبا، ان شاء الله المحتوى الى عجبكم فعلوا الجرس باش توصلوا بجديد الوصفات والحلقات. بالنسبه للاخوات اللي ما كيتوصلوش بالاشعار ديال القناه، ما عليهم الا يلغيو الاشتراك وعاودوا يفعلوا الجرس مره ثانيه، هكا يبقى يوصلهم ان شاء الله الاشعار. وعلى العموم انا كنحط الفيديوهات ديالي كل نهار تقريبا يوميا في نفس الموعد، مرحبا والف مرحبا. خليت لكم الراحه في امان الله، الى فيديو قادم ان شاء الله.